اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، بنجدد عليكم اللقاء من تاني. اهلا بكم ومرحبا وصباح الخير عليك يا سحر. صباح الفل يا شماء، وصباح الخير على حضراتكم. جمعه جديده وفقره جديده، وان شاء الله الفقره النهارده هتعجبكم وهتستفيدوا باذن الله. النهارده معانا فقره مختلفه من نوعها، هي مش مختلفه على اهل العلم ده، لكن مختلفه علينا احنا كاعلاميين. تأثير أسماء الله الحسنى أو تفعيل أسماء الله الحسنى في حياتنا، هل أسماء الله الحسنى ممكن تأثر على حالتنا النفسية؟ طب لو بتأثر على حالتنا النفسية طب بتأثر إزاي؟ ونقدر نفعلها إزاي؟ بس الغريب بقى كمان يا جماعة في الموضوع ده، اللي هيتكلم معانا في الفقرة دي أو عن الموضوع ده مش أحد رجال الدين مثلا، لأ، ده أحد علماء العلوم الإنسانية، وهي الاستشاري النفسي والتربوي اللايف كوتش والعلاقات الاسريه والزوجيه منى عبد الواحد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذ شيماء. اهلا بك يا كوتش منى، منورانا النهارده. اهلا بك يا استاذ. احنا كلنا عارفين ان ربنا اطلق على نفسه اسماء وصفات، واختص الاسماء والصفات دي عليه سبحانه وتعالى، وما فيش اي حد من البشر هياخد اسم او صفه من الاسماء دي. كمان اهل الدين اعتبروها اصل من اصول التوحيد، وان هي يعني معرفة الإنسان بصفاته وأسماء الله الحسنى ده بيقوي إيمانه وبيزيده. لكن الغريبة بقى زي ما شيماء قالت إن الأسماء الله الحسنى بتأثر على الحالة النفسية، فده اللي احنا عايزين نعرفه النهارده. تمام تمام. في الحقيقة وفي الأول كده عايزين نعرف إن أسماء الله الحسنى، كلنا طبعا عارفين أسماء الله الحسنى، بس القليل يعرف أهمية هذه الأسماء أو فوائدها أو أثرها على صحتنا النفسية. يعني تقريبا كل بيوتنا فيها الاسماء الله الحسنى، محطوطه في لوح ومزخرفه وفي مكاتبنا في كل مكان، وبنسمعها في الافراح كمان، يعني مقدمه الافراح. فهل جينا في مره كده يعني ركزنا شويه، اسماء الله الحسنى ايه قيمتها في حياتنا؟ ايه فايدتها في حياتنا؟ ازاي هتاثر على حياتنا النفسيه؟ من خلال دراستي في العلوم الانسانيه وخاصه في الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي اللي وضع المنهج ده هو عالم النفس دانيال جولمان، وضع منهج لأساس منهج للذكاء العاطفي. قسم الذكاء العاطفي لمجموعتين، أول مجموعة هي المهارات الشخصية، والمجموعة الثانية المهارات المجتمعية. المهارات الشخصية هي بتتكلم عن إدارة الذات والوعي بالذات. لازم أكون عندي وعي بذاتي، أعرف أنا مين وعايشة ليه وعاوزة إيه في حياتي وإيه هدفي في الحياة. وإدارة الذات، إزاي أنا أدير ذاتي واتحكم في انفعالاتي وفي مشاعري، يعني احدد انا عايزه ايه، ما بقاش عايشه كده يعني مش عارفه هدفي ايه بالظبط. المهارات المجتمعيه اللي هي المهارات الاجتماعيه، وازاي ادير مهارتي مع الاخرين، اللي هي مهاراتي مع الاخرين، مهارات الذكاء العاطفي. مهارات الذكاء العاطفي. طيب ازاي بقى صاحب مهارات الذكاء العاطفي بيكون دايما انجح في العمل؟ يعني ده بقى الغريب، اني انجح في العمل عن صاحب الذكاء المعرفي، ان عنده مثلا اثراء في المعرفه، لا ده الذكاء العاطفي هنا بينتصر في العمل وبالعكس بيكون انجح. طب ازاي الكلام ده؟ وعدل دي ازاي؟ متعودين ان اللي شاطر في المهنه او في الشغلانه هو اللي بيبقى اشطر، يعني او اللي عنده معلومات اكتر. طبعا الكلام ده مش كلامنا، دي دراسات وابحاث عملها كثير من العلماء والباحثين. عملوا دراسات على الناس اللي ناجحه في الحياه، وتاكدوا ان النجاح في الحياه هو النجاح في الذكاء العاطفي وليس الذكاء او ليس الاكاديمي. يعني لما اكون شخص ناجح في حياتي مش شرط اكون جايبه الفول مارك او جايبه درجه قد ايه. طبعا احنا مش بنهمش الذكاء المعلومات او المعارف، بالظبط، لازم اكون ناجحه في الحياه بعده مهارات. ما احنا لسه بقى ما اتكلمناش عن مهارات الذكاء العاطفي اللي هي الابداع والابتكار، المرونه، التكيف، المساءله، المحاسبه، خدمه المجتمع، مهارات كثيره جدا تحت كل مجموعه. الابداع، يعني الابداع والاثراء والحاجات دي كلها بتندرج تحت مسمى الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي مش المعرفي، لا، الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي. فوجدوا ان 80% من اصحاب النجاح في الحياه هم عندهم ذكاء عاطفي. والنجاح في الحياه لا يرتبط بالذكاء الاكاديمي اطلاقا. ايه فكره بقى اللي احنا نفعل اسماء الله الحسنى من خلال الذكاء العاطفي؟ من خلال الاطلاع على الدراسات السابقه، ومن خلال الاطلاع على العلوم الانسانيه وخاصه الذكاء العاطفي، وجدت ان اسماء الله الحسنى هي بتفعل هذه المهارات. ازاي بتفعلها؟ ازاي يعني؟ مثلا في مهاره اسمها المساءله والمحاسبه.
اللي هو معناه ايه بقى؟ طول الوقت طول الوقت انا مثلا بمر بموقف او مر بخبره، بسال نفسي، بتعلم من خبراتي، لو في حاجه انا عملتها خطا بتعلم من خطئي، ان انا طول الوقت في رقابه عليا، براجع نفسي دايما بالظبط. فاسم الله الرقيب الحسيب هو بيعادل المهاره دي. حلو جدا. طيب انا لو عايزه اعلم برضو ولادي ازاي ازاي يعني عملي بقى ازاي نطبق الموضوع ده؟ نفعل اسماء الله الحسنى في حياتنا، نحولها من قول لفعل. ازاي نحولها من قول لفعل؟ مش نرددها طول الوقت ونحفظها ونحفظها لاولادنا، لا نحولها لفعل مهم في حياتنا. يعني اول حاجه لازم نكون قدوه لاولادنا. يعني ما ينفعش اقول لابني مثلا ممنوع ان انت تفشي السر او تطلع اسرار البيت او تتكلم علينا مع اي حد، وانا طول الوقت ماسكه التليفون بتكلم على اي حد وبقفشي اسرار وبتكلم على فلان وعلان والحوارات دي كلها. فاسم الله هنا الستير اللي هو ايه؟ عدم افضاء، عدم افشاء الاسرار، افشاء الاسرار او فضيحه الاخرين. بالظبط. فاول حاجه اكون قدوه لاولادي. تاني حاجه اللي انا ابقى في حديث طول الوقت عن اسماء الله الحسنى مع اولادي، اللي انا مثلا ابني عمل موقف مش لطيف مثلا، احنا بنشوف الموقف ده متكرر جدا حتى في الشارع، اللي بيضرب كلب اللي بيضرب قطه، فاحنا دايما نقول له ايه؟ اسم الله ايه؟ الرحيم، ما في رفق بالحيوان. اسم الله الحفيظ، في معظم الاطفال بتخاف. يعني بربط اسم الله الحسنى، يعني اسم من اسماء الله الحسنى بالموقف اللي انا فيه، يعني باخد الاسم اللي يناسب بالظبط. ومن خلال برضو الطبيعه، لو انا ماشيه في الشارع بعلم ابني من سن 5 سنوات اقدر اعلمه اسماء الله الحسنى. شاف عصفور شكله جميل، الله، ان الله جميل، يحب الجمال. شاف عصفور بياكل، ان الله هو الرزاق. من خلال يعني يتعلم ازاي يربط بالظبط الاسم. فكره ان يبقى عندنا مرجعيه دينيه دي مهمه جدا جدا في تنشئه الاطفال يعني. طب بالنسبه طبعا الناس كلها بتسعى ان يبقى رزقها واسع ولسعه الرزق، ازاي نطبق ده في ان الانسان يعني ازاي يبقى عنده يعني طاقه ايجابيه، او ازاي يبقى عنده يستخدم اسماء الله الحسنى في في ساعه الرزق؟ تمام. او في الرزق، هو فكره الرزق اول ما بنقول الرزق بيجي في دماغنا على طول ايه؟ المال. المال الناس رابطه الرزق بالمال. فالرزق في حاجات كتير، الرزق اشكال كتيره جدا. في رزق في الرضا، يبقى عندك رزق. رزق في الرضا، رزق في الطمانينه والسكينه، مش اي حد عنده طمانينه على فكره. الرزق في الامل والتفاؤل في بكره هنشوف ايه. نعم كتير عندنا، بس احنا حاسين ربنا وزع التساوي بين الناس يعني وزع الارزاق بين الناس بالتساوي. يعني انت واخده حقك 24 قيراط، مفيش في شك في الموضوع. بس دايما الناس بتقيس اللي ناقص في المال هو اللي رزقه قليل. بالظبط. لا، هي الفكره كلها اللي احنا عشان نسعى للرزق ونبحث في اسم الله الرزاق، في سببين بناخد بيهم. اول حاجه ناخد بالاسباب، يعني نسعى، ما نقولش خلاص يعني ربنا مقسم لي رزقي فانا قاعده، لا، هو في سعي وفي اجتهاد. تاني حاجة أتوكل على الله، مش أتواكل، أتوكل على الله. يعني أعمل اللي عليا وأسيب اللي على ربنا. بس أتوكل وأتوكل. أوكي. طب بشكل عملي برضو إزاي؟ يعني هل مثلا في تمرينات معينة، في حاجات معينة بقدر أطبقها؟ يعني أنا دلوقتي خليني أنا كده بشكل عملي كشيماء عاوزة الوفرة، وهنتكلم عن المال مثلا، أو الجذب مثلا، أنا أجذب المال أكتر ليا، فممكن إيه اللي أنا أعمله يعني أكتر؟ تمام. بس انا اقول لك على حاجه بالنسبه للمال، احنا لسه بنتكلم وقت ان الرزق فيه اشكال كتيره من الرزق. فلو انا ركزت في شيء معين لازم اسعى ليه، لازم اخطط ليه، اشوف المشكله فين واسعى ليها، لكن ما اكونش هدفي اللي هو افضل الف حوالين الحاجه. انا عايزه ابقى معايا فلوس كتير، انا عايزه اوصل لكذا، انا عايزه اعمل كذا. طب انا عايزه دي وراها ايه؟ لازم احل المشكله. هقول لك على حاجه شيماء، الانسان انا بنشبهه كالشجره لها جذور وساق واوراق. الجذور ديت اللي هو المرجعيه الدينيه اسم الله الحسنى، والساق هو ايه؟ الساق هو علاقتي بنفسي، والاوراق والثمار علاقتي بالاخرين. فكل ما كان في خلل في علاقتك بالاخرين او في مشاكل او في اضطرابات، ارجعي لتحت. يعني شوفي بقى المرجعيه علاقته هنا باسماء الله الحسنى، ان انا مثلا هل بردد اسماء الله الحسنى برضو مع ان انا اسعى؟ برددها بكياني كله، مش بلساني بس، بمشاعري، بحواسي. سريعا احسن، احنا يعني قدامنا يمكن دقيقه كده ونختم. بصي، في حاجه كل ما نفكر فيه سنحصل عليه، الفكره نفسها. الفكره بتولد شعور، والشعور بيولد سلوك، بيخليكي تسعي. بس دي الفكره. فاحنا نفكر بافكار ايجابيه عشان نقدر احنا يتولد عندنا مشاعر ايجابيه فنسعى. طب كوتش منى، احنا للاسف الفقره الصغيره بتاعتنا خلصت، ما عرفناش ناخد منك حاجات اكتر من كده.
فمعلش هنشكرك ونتمنى ان احنا تكوني معانا في فقره تانية ونتكلم عن باقي اسماء الله الحسنى كلها وازاي نطبقها في حياتنا. ودلوقتي هتنقل لشيماء نستكمل ان شاء الله حديثنا ان شاء الله، يعني نحاول ان احنا نعوضه في حلقه تانية ان شاء الله. شكرا جزيلا ليكي كوتش منى. شيماء قدمي لنا بقى الفقره المفاجاه اللي جايه، المفاجاه اللي يعني اللي محضرينها او اللي محضراها. انا يعني يعني هقلع من ثوب المذيعه وهتكلم مع الناس دلوقتي بما يعني يمكن الواحد شويه مش عارفه استجمع، لان هتكلم عن مشاعر خاصه، هتكلم عن والدتي. احب اوجه لها الشكر والامتنان، مش عشان عيد الام بس، احب ان انا اقول لها شكرا جزيلا يا امي على كل حاجه حلوه عملتيها معانا. الحقيقه يا جماعه انا طالعه النهارده اتكلم معاكم مش عشان خاطر هي والدتي بس ولا الكلام ده كله، لا انا ابنه عاديه خالص، بس انا سعيت فتره كبيره جدا اني والدتي تتكرم في احدى الحفلات اللي بتقام كأم مثاليه، تتكرم فيها او ان هي حتى تطلع في برنامج، بس سعيت كتير جدا وما حلفنيش الحظ للاسف. فقلت بما ان هي كانت سبب بعد سبحان الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وهي والدتي وهي والدي عفوا وزوجي برضو، ان انا اكون هنا، فمن منصتي هنا ان انا اتكلم كده سريعا عنها. انا اتكلم سريعا عن والدتي اسماء محمد شلبي، اللي هي كزوجة صالحة، كأم مثالية، كمعلمة فاضلة. يمكن ما عندناش متسعة من الوقت للأسف، بس احاول سريعا. انا والدتي يا جماعة مش هقول كزوجة صالحة، كانت واقفة في ظهر زوجها بشكل طبيعي زي اي زوجة اصيلة. اتفضلي. والدة شيماء اهلا بحضرتك. انا يعني انا كان نفسي طبعا انا استكمل كلامي معاها حبيبتي يا امي. يا طبعا تستاهل كل خير وتستاهل كل تقدير. كل سنة وانت طيبة. دي يعني تعالي بس كده، دي شهادة، شهادة تقدير انا اتكرمت بيها عن نجاح اول موسم، فغلي عليا قوي، لقيت ان مفيش اغلى من يعني منها ان انا اقدمها لوالدتي. ما تبكيش، وحاجه بسيطه، هديه بسيطه. مش عارفه اقول ايه بصراحه. تعالي بس اقعدي كده، وحضرتك تستاهلي كل تقدير. اكيد كلامي وانا واقفه سريعا. والدتي يا جماعه جه في يوم من الايام، احكي لكم كده سريعا يعني. انا والدي كان شغال عايش بره مصر، كان يعني مسافر عشان لقمة العيش زي ما بنقول كده، بس هي فضلت ان احنا يعني زي ما بنقول كده دفع الاسره اكتر من ان الكسب المادي. ويوم ما قالت له تعالى وهنكلها بدقه، ما كانش كلام زي الافلام، لا خالص، كان كلام حقيقي. والدتي طبقته فعلا، وقفت وراه يعني في ظهره بما اوتيت من قوه، خاصه ان انا والدي مش هنقول ان هو نزل بقى من بره بقى محوش شيء وشويات، لان والدي برده اللي كان اللي في جيبه ما كانش ليه. وقفت في ظهرها. انا بس استكمل سريعا سريعا، لان في جزئيه بس مهمه جدا جدا جدا. فوالدتي فضلت في ظهر والدي في الوقت اللي هو كان لسه بيسعى للعمل، وكانت يمكن مرتبها البسيط خالص اللي كان كله يعني سبحان الله كله بركه. ده سريعا بس انا عايزه اقول حاجه مهمه قوي، والدتي ربتنا على النهم في العلم والحب، نحب الناس، نحب الخير، وحب الخير يا جماعه مش مرتبط في السراء فقط، في السراء والضراء، يمكن الضراء قبل السراء. واكبر دليل على كده اني يعني سريعا احكي موقف كده، اني في عز ما كان والدي كان لسه بيسعى لشغل وكان فعلا بكل قوته اي شغلانه، كان في حد بيجي يزورنا كده، ست كده متواضعه ومعاها يعني بنتين، انا كنت فاكره ان هي صديقه والدتي. بس اكتشفت بعد فتره او بعد ما كبرت شويه، اكتشفت اني هي مش صديقه والدتي ولا حاجه، اكتشفت ان في عز ما احنا يمكن بابا من غير شغل، ماما دي كانت ست يعني ست بتربي ايتام، فعلمتنا بدرس كده بسيط ومن دروس كتيره قوي قوي قوي، علمتنا ان احنا حب الخير ده او عمل الخير ده مش في السراء بس، بل بالعكس في الضراء كمان سواء. انا عارفه والله ان انتوا بتستعجلوني كتير جدا، بس انا يعني في حاجات مهمه يمكن كتير جدا ما قلتهاش. فانا بحمد ربنا سبحانه وتعالى ان كان رزقي امي اسماء محمد شلبي وابويا حسن عبد الرحمن كمان اللي ربونا على كل خير
وان الفضل اللي احنا بنسعى له كعمل رزق ده مش خير مننا ولا فضل مننا. احنا شمال فضل الله علينا سبحانه وتعالى. فضل الله علينا سبحانه وتعالى اللي خلانا سبب في هذا الخير. الحقيقه تشرفتينا ونورتينا وحضرتك تستاهلي اكتر من كده بكتير. انا متشكره على المفاجاه الجميله ديت، وانا اتفاجئت بجد حبيبتي يا امي، جايه على اني زائر عاديه هي ما كانتش تعرف خالص. كان نفسنا تبقي قاعده معانا اكتر من كده، بس الحقيقه فقرتنا خلصت وشرفتينا ونورتينا. وكوتش منى طبعا نورتينا النهارده، ونتقابلك في حلقات جايه كتير ان شاء الله. نتقابل بقى في الفقره اللي بعدين ان شاء الله.